السلام عليكم متابعي قناة المعلم، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سوف نتعرف من خلاله على عناصر الجملة الفعلية، وكيف نميز بين الفعل والفاعل والمفعول به، وما هي أنواع الفاعل وما هي أنواع الفعل وما أنواع كذلك المفعول به. إذن على بركة الله، ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام: الفعل الماضي، وهو يدل على فعل حدث قبل زمن الإخبار به، فعل حدث وانتهى، مثال: ذهب الرجل، بمعنى أن هذا الحدث فهو قد انتهى وانقضى وذهب، إذن فهو في الماضي. ثم الفعل المضارع، وهو فعل الذي يدل على حدث يقع الآن ومستمر في الحدوث، إذن شيء يقع في هذه الآونة الآن، يقع الآن وهو مستمر في الزمن، مثال: يأكل الولد التفاحة، إذن فالولد يأكل التفاحة الآن في هذه اللحظة، لا زال يأكل التفاحة، إذن فهذا هو المضارع. ثم الفعل الأمر، هو فعل يدل على أمر معين، حيث نطلب فعل أمر معين من شخص أمامنا أي مخاطب، فالفعل الأمر يستعمل فقط مع الضمائر المخاطبة، والمخاطب إما ينفذه أو لا ينفذه، مثال: افتح الباب، إذن فأنا أعطي للشخص أمرا بفتح الباب، إذن فهذا فعل أمر، افتح، افتح، اخرج، اسكت، البس ثيابك، إذن هذه كلها أفعال أمر. الفاعل هو اسم يأتي بعد فعل معلوم في زمن معين، هذا الاسم يكون هو من قام بالعمل أو الفعل، إذن الذي يقوم بالفعل أو العمل يسمى بالفاعل، مثال: ذهب الولد إلى المدرسة، من الذي ذهب؟ من؟ إنه الولد، إذا الولد فهو في هذه الجملة هو الفاعل، إذا الفاعل هو الذي يقوم بالفعل، هو الذي يقوم بالفعل، مثلا ذهب الولد إلى المدرسة، أو كمثال آخر: أكل محمد التفاحة، من الذي أكل التفاحة؟ الذي أكل التفاحة هو محمد، إذا محمد فهو في هذه الجملة هو الفاعل. إذن نبقى في هذه الجملة: ذهب الولد إلى المدرسة، الولد هو الفاعل، هو من قام بالعمل أي الذهاب إلى المدرسة. وبالنسبة للفاعل هناك مجموعة من الصور والأقسام، فأول قسم أن الفعل أو الفاعل عفوا إما أن يكون اسما ظاهرا كلمة واحدة، مثال: ذهب الولد إلى المدرسة، إذن فهنا الفاعل هو الولد، الولد، إذن فهو هنا هو الفاعل، فهو اسم ظاهر. ثم إما أن يأتي الفاعل أيضا ضميرا متصلا، مثال: رجعت إلى البيت، إذن فالتاء هنا، التاء فهي ضمير متصل في محل رفع فاعل. ثم إما أن يأتي كذلك الفاعل ضميرا مستترا أي غير ظاهر أي مقدر، مثال: افتح الباب، افتح الباب، إذن فهنا الفاعل ها غير ظاهر، غير ظاهر، إذا نقول افتح لمن نقولها، إذا لمن قلنا افتح فهو الفاعل، إذا فهو ضمير مستتر تقديره هنا أنت، افتح أنت. إذا فهذه أنواع ديال الفاعل. ثم المفعول به، المفعول به هو ما دل على من وقع عليه الفعل، هو ما دل على من وقع عليه الفعل، فعل من؟ فعل الفاعل، إذن المفعول به هو الذي يقع عليه الفعل. مثلا في المثال الذي أخذنا سابقا: أكل محمد التفاحة، على من وقع الفعل هنا؟ وقع على التفاحة، من الذي وقع عليه فعل الأكل؟ إذن فالتفاح هي التي وقع عليه الفعل، فهي المفعول به. أمثلة:
شرح المعلم.